السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطار سلسلة دعم والتقوية لاجتياز امتحانات الإشهادية نواصل التمارين إن شاء الله التمرين الثاني إذا لدينا مجموعة من النقط على المستوى المستوى والسؤال الأول يقول حدد إحداثيات النقط ج و اش و ك و ال و و و و والمتجهة ت اذا نبدأ بتحديد احداثيات النقطة ج لدينا النقطة ج هنا الجهة هي اذا على مستوى خط الأفاصل هنا واحد اثنان ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة ناقص ستة إذا ناقص ستة والمستوى الأراتب لدينا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة ناقص ستة ناقص سبعة إذا إحداثية نقطة جي هي ناقص ستة ناقص سبعة ننتقل الآن إلى النقطة أش لدينا أش هنا على على مستوى الأفاصيل على محور الأفاصل لدينا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة وفي في خط الأراتب لدينا واحد اثنان إذا النقطة أش لديها كإحداثيات ناقص ثلاثة و اثنان ننتقل إلى النقطة ك محور الأفاصل لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة ومحور الأراتب لدينا واحد اثنان ثلاثة إذا إحداثية نقطة ك هي أربعة وثلاثة ننتقل إلى النقطة ال محور الأفاصل لدينا سبعة ومحور الأراتب لدينا ناقص ثمانية إذا L إحداثيتها هي سبعة ناقص ثمانية أكتب L هنا أما النقطة أم لاحظوا معي جيدا أنها تقع على محور الأراتب ما يعني أن أن إحداثية النقطة أم على محور الأفاصل هي صفر إذن أم إحداثيتها هي صفر وناقص سبعة النقطة أن محور الأفاصل لدينا ناقص ستة ومحور الأراتب لدينا أحدى عشر إذن إن كإحداثيات لها ناقص ستة وأحدى عشر النقطة بي إحداثيتها على محور الأفاصل هي كما تشاهدون سبعة ومحور الأراتب هنا إحدى عشر إذن النقطة P لها إحداثيات سبعة وإحدى عشر النقطة الأخيرة هي Q على مستوى محور أفاصل لدينا خمسة والأراتب لدينا ناقص واحد إذن Q خمسة ناقص واحد ننتقل إلى المتجهة T لنحدد إحداثيتها نقوم ب كقاعدة لدينا مثلا أ ب. إحداثية المتجهة أ ب هي على مستوى الأفاصيل هي إكس بي ناقص إكس أ إذا بالنسبة لتي لدينا ثلاثة ناقص ناقص ثلاثة إكس بي ناقص إكس أ و إيكغيك ناقص إيكغيك أ إذن سبعة ناقص لدينا هنا سبعة وهنا أربعة ناقص أربعة أخيرا تي متجهة تي هي ستة وثلاثة كما تلاحظون هنا هذه النقطة لديها كإحداثيات ثلاثة وسبعة ثلاثة سبعة وهذه النقطة لديها ناقص ثلاثة وأربعة ناقص ثلاثه واربعه هكذا اذا احداثيات المتجهه هي ثلاثه ناقص ناقص ثلاثه وسبعه ناقص اربعه هي سته ثلاثه ننتقل الى السؤال الثاني يقول حدد احداثيات المتجهة جي ال لدينا المتجهة جي هنا المتجهة جي ال إذا إحداثيات المتجهة جي نفس الطريقة نقوم بطرح يعني الإحداثيات كما يلي جي ال هي سبعة ناقص ناقص ستة و ناقص ثمانية كما تلاحظون هنا ناقص ثمانية ناقص ناقص سبعة ناقص ناقص سبعة إذن ال هي سبعة زائد ستة هي ثلاثة عشر وناقص ثمانية زائد سبعة هي ناقص واحد إذا إحداثيات المتجهة الآن هي كما تشاهدون ناقص ثمانية ناقص ناقص سبعة تعطينا ناقص واحد ناقص ثمانية زائد سبعة تساوي ناقص واحد إذا إحداثية المتجه الجأل هي 13 ناقص 1